بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل كل نهار أربع الساعة 7 من شركة أحمد عبد الواحد بالتعاون مع شركة نيكون وشركة جودوكس، بنقدم لكم اليوم حلقة جديدة كمان صور بفكرة جديدة. فبداية حنبدأ بشغلة كتير حلوة يلي هي كيف منصور مع الظلال. حصور بطريقتين يلي هي الكونتينيوس لايت، حصور يعني الإضاءة المستمرة، وحصور بستروب لايت اللي هي الإضاءة الومضة. إذا بدنا نبدأ حنبدأ بستروب، بعدين حنقول يعني حنبدأ بفلاش الومضة، بعدين حنمشي على فلاش الإضاءة المستمرة، ومن هناك حياخد الأخ سامي معكم الفيديو لحتى كمان يفرجيكم إيش بتقدروا تصوروا فيديو للمنتجات مع الظل. مبدأ اللي بدنا نشتغل عليه هو كيف نخلق ظل. بمجرد ما نقول ظلال تذكروا دغري مباشرة قصة الشمس. الشمس هي أكثر شيء بتعطينا ظل حاد. فإذا بداية أهم شيء اخلق الظل بشكل حاد أو بشكل غير حاد، ما في مشكلة. بس اليوم حنتدرب نحن وياكم ونشتغل نحن وياكم لمدة نص ساعة يلي هي مسمح لي أعملها للفوتو، لفرجيكم كيف تتحكموا بالظل. في ناس كثير بدها تصور ظل الخاتم او ظل الوردي او ظل او ظل اي ظل إن كان. فاذا المبدا العام بخلق الظلال او تصوير الظلال هو الشمس. الشمس بعيده جدا، اذا الظل بيجي كثير قريب مني. مشان هيك الان حنشتغل كانه عندنا شمس. اذا بدنا نشتغل بستروب لايت، ستروب لايت اصعب من الكونتينيوس، لانه مثل ما قلنا بفلاش الومضه مش كل شيء بنشوفه فينا نطلعه، بينما بالكونتينيوس لايت الإضاءة المستمرة كل شيء بنشوفه هو اللي حيطلع بالصورة. ودربناكم كمان وفرجيناكم كيف كاميراتنا نيكون بتقدر تتحكم بالإضاءة، اللي فرجيكم إذا إضاءتكم صح ولا خطأ مباشرة على الشاشة. الآن مثل العادي معي الزد 7، إعدادات الكاميرا مثل ما بتعرفوا بستروب لايت 1 على 200، ححط شاتر 1 على 200 وحأبدأ بإف 11. عادة لما بكون عم صور برودكت لازم تكون F11 F16 F22 F36، مش مشكلة. بس كل ما كان عندي عمق ميدان، إذا ما عندي أشياء أخرى بدي أخفيها كل ما طلع كله in focus. فإذا شاتر معي 1 على 200، ايزو 100، وحأبدأ بأخذ أول صورة لشوف إذا عندي total black، يعني لازم يكون عندي كادر اسود نهائي. فاذا حاخذ الفلاش الاي دي 600 برو، على الاكيد ححطه على فول باور لانه بدي ضوء من بعيد يصيب. حابدا باوبن ريفليكتر، بدي ضوء واسع اول شيء لشوف الخيال وين رايح، بعدين حنشوف لشو حنحول الاوبن ريفليكتر. فاذا هذا اسمه بي، حناخده على فول باور البي، الزاويه تقريبا 45 درجه، البعد عن المنتج هلا بنقيسه كام، وحارفعه مثل ما قلت عم بستعمل كاني نور الشمس جاي من بعيد، تمام، ووجهه على المنتج، واخذ اول صوره بدون ظل، بدون ما نحط اي ظلال، بدون ما نحط اي شيء. حنفتح الموديلنج لامب هلا لنظبط الظل. اذا بما انه ركزت اضاءتي حنقلكم قديش بعيده عن طاوله كمان مشان ما تقولوا له كم بعد الفلاش. الفلاش عالي كثير، انا بجي 1 2 3 4 تقريبا 5 متر. كل ما بقرب على الفلاش حيصير عندي ايش؟ اوت اوف فوكس الخيال. كل ما بقرب لجوا حطلع الخيال فوكس، يعني كل ما بقرب هيك بصير في فوكس على الخيال، كل ما بعد هيك كيف عم بصير اوت اوف فوكس على اللايف فيو. عم تنبهوا معنا؟ فاذا نحن بدنا اياه فوكس، وجاي هلا بنحاول ايش نحن تقريبا هيك بدنا اياه. اذا باخذ الضوء هيك خيالهم بده يطلع هناك، اذا بجيب الضوء عليهم من هنا الخيال وين بيطلع؟ بيطلع عليهم. فاذا تحديد الخيال هو من ايش؟ هيك صرت اعلى من الكاميرا، ما عاد يهمني اذا بقرب. قربت، هلا بدي وجه ضوي ليعطي الخيال الصح. شوفوا الخيال عندي هون كانه جاي دبل،
خيال. ليش؟ لأنه بالأوبن ريفلكتر لما بيطلع الضوء من بعد بيطلع ضوء من هنا وضوء من هنا، كأنه عندي مصدرين للضوء، فبيطلع لي خيالين للمنتج. فبما أنه أنا تقريباً رتبت فلاشي كله، وجهت إضاءتي لأنه بسدود صعب وجه إضاءتي، وعارف أعمل الخيال صح، فأنا بدي غير الأوبر ريفلكتر لإيش؟ لسنوت، مشان إلغي الدبل لايت، لأنه عم بيطلع ضوء من هون ريفلكشن، ضوء من هون ريفلكشن، عم بيعطيني خيالين، مثل ما ملاحظين في خيالين للغصن الواحد، فححول على سنوت، تمام؟ أيوة، خدي صورة، تمام؟ رائع. هلا كل ما بوطي وبقرب كل ما بغير باتجاه الخيال، ها؟ صورة. قديش بدي أعمل بالخيالات؟ زيحة يمين زيحة يسار كمان فينا أعمل، فينا نغير بالكاميرا بالكلفن، إذا بدي طلعها على غروب على شروق فيني روح على الكلفن. أنا محطوط هلا على كلفن 5600. الآن حبدأ أعمل إيش؟ لايت باث. اللايت باث هو عبارة عن إني أعمل ستوب لللايت اللي جاي بكل أوتو على واخلق منه فراغ، يعني هاخد هيدا واحطه هنا فرضا لنشوف وين بيجي ناخد صورة صورة. اوكي ليكو هيدا كيف حجب الضوء. فاذا الان انا اللي بدي اعمله هو التالي، طفين الضوء بس لشوف وين رايح الضوء لاعمل له فوكس. اذا اخذت هلا اول انطلاقة للبات، هاخد كمان ستوبر تاني. انا عم بشتغل من ورا الكاميرا اذا ملاحظينها، بستوبرات عم بشتغل من ورا الكاميرا، فكمان بدي حدد اتجاه تاني للضوء لاعمل بس ممرق ضوء على العطر. ناخد صورة. عملت واحد اثنين، شوفوا الاتجاه الثاني، خبيت هذه المنطقة، والآن بدي أعمل كمان، ممكن فيني أعمل بريفلكتر صغير من ضوء الضوء، تمام صورة. أوكي إذا عملت ممر، تمام. فإذا ولع الشمعات، حطفي الإضاءة، حنزل بخلي كل شيء مثل ما هو، حنزل بالشتر لواحد سجن مثل ما ملاحظين هون، ننزل بالشتر لواحد سجن، واحد على واحد يعني ثانية كاملة، ثانية. وبحظة منطفي الإضاءة كلها، أعطيني اللايت ستوبر وهنقول لرسمة خدي صورة، تمام. راح يطلع إضاءة الشمعة، منشيل شيله هذا بنفس إعدادات اللي ما بدي أرجع أعيدهم من صفر. حخلي الـ VL300 يلا on صار on، ححطه full power، عم بيشتغل على 300 واط، شايف كل شيء وين رايح، فبسهل الـ continuous كتير، بس عنده شوية صعوبة بإعداداته الـ continuous يلي هي بدي يصير يتحكم كتير بالشتر. إذا هون شايف هذا الباث ضبط وهذا الباث كمان ضبط، نفس الإعدادات اللي عملتها بستروب بالخيالات أعملها على الكونتينيوس، عيدها من صفر وأعمل هذا هيك، تمام. بناخد صورة. هلأ كونتينيوس لايت، شوفوا الإضاءة عالية جدا، فأنا شو بدي أعمل؟ بدي سكر بالعدسي، هسكر لأف 22، هنسكر على F 22 وناخد كمان صورة دقيقة. يلا ورائع. إذا هيدي بال continuous light وهيديك التانية بالstrobe light، فرجينا strobe light وهيدي strobe light. حسب ما عم بتلاحظوا شوفوا النيكون، شوفوا العظمة بهالكاميرا، إنه عم تعطينا تقريبا same details بدون ما نغير أي شيء اي شيء، بس كل اللي بدنا نعمله هو نخفف شويه كلفن، لانه الكونتينيوس لايت هو مور وورم، يعني هو حامي اكثر شوي،
عشان هيك حتشوفوا انه لازم نغير شوي بالكلفن بس بتطلع نفس النتيجه ان كان ستروب ولا ان كان كونتينيوز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير جميعا او صباح الخير اللي يشوفنا يعني من بكره ان شاء الله. ما راح اضيع وقت في شرح الاضاءات، الاستاذ زاهر ما شاء الله يعني كفى ووفى وشرح كل شيء عن طريقه الاضاءات وتوزيع الستوبر والفوكس والدي فوكس اللي موجود عندنا هنا. كل اللي علينا هنا الان نتخيل ايش اللي نصوره هنا، ايش بنصور، ما هو الكادر اللي موجود عندي، ايش الاعدادات اللي انا استخدمها، ايش العدسه اللي انا بستخدمها. على اليوم ما استخدمت انا سلايدر، ما جبت سلايدر، فبوريكم طريقه كيف نصور بدون سلايدر. لو ما عندك جيمبل ما تقدر تشتري سلايدر، ما تقدر تشتري مثلا ترايبود، او انك نسيت في موقع التصوير، فممكن في الحزام هذا انك تستخدم هذه الطريقه اللي بنسويها. طبعا عندنا التكوين، طبعا عندنا التكوين الشمعتين والورده في النص. اولا انا بسوي اول مشهد بحط الورده في النص وبخلي الشمعتين يمين ويسار، بطلع هذا لاني انا ما احتاج هذا، بكون الاضاءه جايه من هذا الاتجاه، هذا الاتجاه يعني مشابهه لاضاءه الشباك او الشمس اللي داخله من هنا. باخذ هذه الكاميرا الان وبضبط الاعدادات اللي عندي. اول الاعدادات اللي هي سرعه الشتر وفتحه العدسه والايزو. اول ما افتح الكاميرا انا ضابط اعداداتي سابقا لكن ابشرحها لكم. اول شيء انا ضبطتها الوايت بالانس، الوايت بالانس انا رفعته على 6800 كلفن. ليش؟ لاني ابغى اضاءه صفراء اكثر، لان اضاءه شمس ما هي كويسه انه تطلع الاضاءه الزرقاء، ما هي جايه يعني إضاءة الأنوار هذه الموجودة أيضا إضاءة بيضة، فأنا أبغى أقتل الإضاءة هذه والألوان هذه. لا لا خلي الإضاءة ما أحتاجها، ما أحتاج الإضاءة الفي ال 300 مكفيتني. طبعا لو معي في ال مثلا أقل ولا إضاءة أقل ما راح أقدر أسوي هذا الشيء، لأن المكان هنا كبير وأبغى أسوي دايركشن للإضاءة، فبحتاج إني أقرب الإضاءة هذه المكان هنا وما راح اقدر ايش اسوي الحركات واخذ التصوير اللي عندي. فالفي ال مع السنوت معطيني مسافه طويله وتارك لي مساحه كبيره هنا اقدر اخذ راحتي في التصوير، حتى ظلي ما راح يبان كثير في المكان هذا الا اذا وقفت امام الكاميرا بالضبط، امام الاضاءه بالضبط. فالطريقه كالاتي، مثل ما قلت رفعت الكلفن، حطيت عندي سرعة الشتر 1/240 لأني أصور على 120 فريم، ف 120 فريم دبلها 240 كسرعة شتر. والآيزو عندي أنا ضبطت الآيزو عندي على 640، طبعا معي الزد 6 مارك 2، ما شاء الله بتصوير الفيديو شيء خيالي، حتى الآيزو بعض الأحيان أطلع فيه إلى 4000 وما والفيديو نظيف. فالطريقة كالآتي، أولا أباخذ اللقطة من داخل الى برا بالسلو موشن، يعني انا بدخل بصور من هنا وبطلع في هذا المشهد. بحاول اني ايش لما اقرب انا هنا بيطلع عندي ظل، انا سويت بلوك للاضاءه اللي موجوده عندي هنا. فهنا الميزه عندي 24-70 اقدر اسوي زوم ان واصور من بعيد، ما راح اكون داخل الكادر نهائيا. بصور الان وبرجع. طبعا اخذت الحين اول تصوير، ثبتت الكاميرا بهذه الطريقه وسحبت نفسي بدون ما احرك يديني، يعني صرت انا يديني كاني جيمبل، كاني قاعده، ثبت الحزام بالرقبه وباليدين الثنتين وسحبت على طول مباشره. ممكن اخذ نفس الطريقه اسوي زوم 70. طبعا ممكن يسال الواحد يقول كيف الفيديو ثابت؟ الفيديو ثابت لان المفعل منع الاهتزاز في داخل الكاميرا. باخذ فيديو اخر وبغير التكوين اللي موجود عندي، بخلي هذه واحده قدام وواحده ورا، بدخل الورد هنا واحط هذه بالخلفيه، ممكن الشجره هذه عرفات. بخلي التصوير هنا، ابغاك تمسكها من هنا وتطلعها كذا من تحت لفوق، تمام؟ اي من هنا لما اقول لك اوكي اوكي. طيب
يلا سريع انت يا عرفات، بطي ارجع. ايوه تمام. طبعا ممكن الحين مثل ما شرح الاستاذ زاهر الظل والتحكم بالشجره اللي قبل شوي، فجتني على طول الفكره وقلت نستخدم الشجره هذه اللي موجوده. طبعا ممكن نستخدم نفس الاشجار اللي موجوده نحركها، ممكن نستخدم نفس هذه الاشجار هذه ممكن نهزها ونصورها سلو موشن. ابغاك تهزها شوي من تحت لفوق. لا لا نفس المكان نفس المكان، بس انا بصور بطريقه ثابته، بثبت بس الكاميرا وبخلي التصوير سلو موشن وبس الظل هو اللي بيهتز اللي موجود عندي هنا. بس الان اخذنا ثلاث لقطات، هذه الثلاث لقطات كلها باليد، كلها باستخدام الحزام، عدسه واحده وكاميرا واحده Z6II.